انا اول يوم جيت فيه، اول يوم اشتغلت فيه عمليات، الغرفه اللي جنبي 5 عمليات دتر، 5 عمليات دتر، منهم حاجات اوتو امبيوتيتد، طفل جايب جلد يعني قدمه معلقه على بقيه الساق بجلد. زملائنا في غزه اطباء بيحضروا رابع وخامس شهر من بدايه الحرب يوميا 7 ايام في الاسبوع عمليات من الصبح لاخر النهار، مع الحوادث، مع جاي زميلي اخر يوم جاي 2 من زملائي من غزه جايين بيحقنوا نفسهم مضاد حيوي ومعلقين مضاد حيوي بيشتغلوا جراحه، لان مفيش كوادر، مفيش كوادر، الناس استهلكت. زميلي في التخدير، مساعد التخدير، بقول له اخبار الاهل ايه؟ بينهار قدامي، كل اهله ماتوا، ابوه مات، امه ماتت، اولاده ماتوا، وجاي بيشتغل. الدكتور التخدير اللي معانا في الاوروبي احدهم بيسيب المستشفى عشان يروح مع اهله في المخيم، في مخيم بلاستيك، هم مقعديننا احنا الضيوف في سكن في غرفه من كانت بتستعمل في كليه التمريض، وهم يسكنون في الشارع. قبل ما امشي بيومين جالنا شاب ما يتجاوزش 20 سنه، رجليه الاثنين محروقين درجه ثالثه. يعني ايه درجة ثالثة؟ يعني الجلد اتحرق والأعصاب اتحرقت.